مجود قولي صباح الخير. مازي مطاي سين نتاع سين. مازي خاي سين به اغزل خنقولو صباح الخير. مازي شدا مجودي شو الحوته شو خنصوفه شو شنو عندها في فمها؟ عندها ما تجيني الحوته تاكلك الحوته. أخضر 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 يا ماجد يا ماجد شو شنو عنده؟ أخضر أخضر شو شنو عنده؟ إن شاء الله ما تقدمنيش بسنة سنها لذيذ. أخضر 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 حوت قليل حوت ياكل حوت قليل الجهد حوت ياكل حوت تاكل هذيك حتى صغيرة تاكل حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. عندها سنين ريتهم سنين عندها لسان ريتو لسان ها لسانها ها هاكا لسان شو عيناها يما حاب نشوف هاكا لسان ها شوف ها شوف حتى الحوطة الأخرى زيادة كلهم يأكلوا في الحوط الصغير بسم الله. قادت مصر في الدنيا. استنى استنى نقرب هك تقدمك مسالش مسالش تونا بي لحظة لحظة مجودة وسط شوية ياسين ميحبش الحس ياسين اهم شي شدقني بارك استنى هكا نحلو لها فمها ونخرجو الحوت نمنعوها زعما براسها نظر لها بدر حويته براسها هذي مازالت ما تاكلتش مازال تاكل وعندها حوت اخرى جا لما حوت عندها بزيت ما حوت عندها بزيت يا بدر شو شو سبحان الله سبحان الله سبحان الله بما انه ما صحتش المشي نتاع سوسة فبدر قرر على الصباح اليوم السبت يمشي المارشي دو غرو اللي موجود في بير القصعة قريبا على الاخر مش بعيد مشي 6 نتاع الصباح اسكت يا ماجد مشي 6 نتاع الصباح بدر اي نعم نعم اي صحيت قلهم قلهم مشي 6 نتاع الصباح يا اخي مشي 6 نتاع الصباح كوبي اسكت كوبي يا اخي بدر شنو لقيت لنا حوت في المارشي دو غرو الريحه نتاعو على فكره راه طلع المارشي دو غرو نتاع الخضره يبيعوا حوت زيد راهو بالغرو دي حاجه ما كناش نعرفوها 4 سنين في المروج عرفناها كانش مؤخرا عمرنا ما مشينا له راهو لا الخضره لا حتى شيء به دونك يا بدر وقتاش وفي الحوت الكل من الخمسة من الأربعة ونص تقاويف هما قالوا لك هكا هكا الراجل قال لي نورمال ديما ثلاثة ونص لأربعة ماكسيموم اللي يحب يشري حوت أرخص من البير القصعة يمشي ماذا ثلاثة ونص من المرشي أرخص من المرشي من البير القصعة ماشي دقرو اللي يحب يشري بسوم القرو يمشي البير القصعة ما ثلاثة ونص والأربعة ونص يمضمض ما يلقى شيء كان يمشي الستة ما عندكم ما تخلتوا والخضرة كيفاش لقيتهم يا بدر موجود على كل أما قولها قولها ما سويتش الخضرة بصراحة مش على سويم يعني هل موجود البيوع ثم مثلا احنا حابين ناخذ صندوق فريز اما بالضبط
الفريز بالضرب بالضرب تسعيره بالضرب بالضرب تتعارك انت تتعارك روشي ينطق قد بيت خرج نجري ويتعارك مش عملت دورا بعد قدام شوي هو انت مش هتلقى عارك والعياط وكل شيء شو يدوم يحبوا بيها بالبركه من الصباح والكيلو قتلي كيلو تاع الفريز مسعر اليوم اول نهار يسعر وسهرنا نهار كي حابين نشريو الفريز بالجروب سعره 5000 الكيلو 5000 الكيلو مش مسعر. تمشي برا تلقى 5000 الرطل برا 3000 ونص 3000 ونص هذه تسمى رخيص وقدام ام جي مروج 5 موجود ب 3000 ونص الرطل الرطل مش الكيلو معناها 7000 الكيلو يتسمى هذايا باهي وسلعة باهية ووقتك شريناه فرحانة بيه فرحانين بيه نهارين التين باهي المهم دونك سي بدر اتذكر وين مشى مارشي سنترال قال ما نخليش مرتي بلاش فريز نشري لها الفريز الباهي كان بيه معجون كان بيه المعجون نعمل به المعجون هو ما شاء الله تبارك الله خيرات والله فرحت به على الاخر ما شاء الله الكعبات الكل هم يشرهوا ان شاء الله تو نشارك معاكم معجون الفريز نعرفش في الفيديو هذا ولا في فيديو اخر المهم هذا خذيه من المارشي سنترال احسب له الكيلو ب 5800 الكيلو راهو ناكد نعاود خاطر هما في الاسواق يبيعوا البرطل ما يبيعوش بالكيلو هذي الميرلون ب 17000 الكيلو استنى خنشوفو الكعبة وبدر الحاجة البيه فيه يرحم والدين والديه فيها يجيب لي الحوت نظيف راه ما يحبش يتعبني ما شاء الله وتبارك الله شوف الكعبة قد شنية كبير هذي الراس نتاعها وب 17000 الكيلو اي ريحته فريشك به وشنو اخر بالعظام وين العظام احنا نحبوا ديما تاكدوا كي ننظف لكم احرصوا على العظام وثبتوا في العظيمات البنة في العظيمات البنة والقوه في العظيمات ما شاء الله باهي لهنا عندنا زوز حويتات وحتى هذوما ريتهم هنا ما لوحهمش صحيت بدر كي ما لوحهم لكش هذوما يطيبوا في الشربه هما والراس يجيو بنين بنين على الاخر شوربه ولا حتى مقارونه راه يبنوها على الاخر انا ما تلوحوهمش كلهم ما نفع حتى بخلاف البن بي بدر شو اسمه هذا سامبيير هذه يا سامبيير وقتها ديجا صورته في مرشي مرشي العريوة نتاع سوسة لا مرشي سوق الحوت خذيناه من سوسة اكل فيه النكتة الكحلة وين النكتة الكحلة واحد نتاعي ما قصوا في ليه لا 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 قصوا في ليه وقشروا قشروا قصوا في ليه وقشروا فماش النقطة الكحلة هذاك راسو كيما كنت مركب وانا الحوت هذايا اللي فيه النقطة الكحلة بنين 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 مش نرمال بالحق بنين على الاخر قديش بدر كيلو؟ انا خذيته ب 24 القاه ب 24 كبيرة 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 ياسر كعبة قدمت وريني كعبة قد شنو قد لك في 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 كبر ذريعة كبيرة على الاخر ولا احنا لقيناه وقتها في سوسة قد نكا الكعبة ب 18000 وقتها هذه كعبة قد نكا ب 24 مقارونة بنينة بنينة على الاخر ويجي مقلي زادة بنين كل عادة هذوما ما نلوحوها مش راهم يفوحوا الشربة على الاخر ما فهمت خالدي يا كبيرة وين هم الكعب ما فهمتش وين مشاشة وطلع حط وحط الفيلي في ساشية واحد وحط الاخرين في ساشية واحد زيد 4 سنت 4 سنت كبير 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 كبير
شبيه يبدلوا الكروفيت المقشرة بقديش تومها؟ 12000 رطل. أرخص من جاية. كي أرخص من جاية؟ جاية ينزلك معها المية الثلج. أي بالحق وجاية الكروفيت معها الثلج نتاعها. هذه هكا حط واحدة فوق. يا زي خيرات مع الكريفيت المقشره باهي برا. لا هذيك صوبيا. صوبيا دي محشيه هذه. نظفها قبل. ما تنجم تكتب ليه؟ قديش كيلوها؟ هذيك ب 20 كبر. ب 20، هذوما قديش شريت؟ كيف ب 20؟ كلوفيس 12. ب 12 هذيا فيها قديش؟ 12 ساشي. ساشي ب 12. قبل اللي بيها ب 20 قبل اللي بيها ب 12. هي نفسها قبل ب 20 ولا ب 12. والمول؟ المول ب 13 ساشي. المول شكاره ب 18. ديما المول هكاك هذاك يتحك بالحقيقه ما قعد فيه شيء راه تنظر. ما شاء الله. قديش كيلو هذا قلت لي؟ قصدو ب 28.5. سامحك ب 20.5. سوم استفتاح ب 18. ثم ب 20.5 يا اخي هو خاطر مبدر دشن المارشي سنترال يا اخي حسبوا له ب 18000 ثم افتتاح دشن البيع من عنده في دشنت السوق انت لقيتهم يهبطوا في السرعه وقتاش مشي؟ 7 مشي انا واحد يعيش ويتعلم كله نمتو مشروم البلايس الباهين والاسوان الباهين اللي تاخذوا منهم الحوت خاصة الجماعة اللي تسكن في تونس مش هكا كل مرة نكتشفوا بلاصة تصلح وكيما طلبتوا مني في فيديو من الفيديوهات اللي تعدي وقلتوا لي يا كوثر هبتنا اسوام الحوت هاني قلت لكم الاسوام الحاجات اللي شريهم الكل باش نجمو نقارنوا من بلاصة لبلاصة قولوا لنا نتوما شنو هي الاسوام عندكم ارخص اغلى شنو هما البلايص اللي تاخذوا منهم خاصة الجماعة اللي في تونس قولوا لنا انهم لي بون بلان في الحوت الحوت راه على فكرة كله فريشك ما شاء الله الكل فاوح خيرات بالحق خيرات هنا حتى كي ما مشيناش لسوسة يعطيه الصحة بدر مشى للمارشي سنترال نتاع تونس وخذينا الخير والبركة عوضنا ثاني ومثلث عن أيام الحرمان من الحوت باهي لهنا حبيتك يبدأ منظم باش كيف نجي نمد ما يتعبنيش وتبدأ كل حاجة واضحة في بلاصتها ونربح الاسباس في الكونجيلاتور دونك خذيتك ورقة بيضة وكتبت كل حاجة شنية لصقتهم بسكوتش عادي فوق كل ساشي ولهنا كل ساك اليمونتير نسكر فيها بسكوتش باش من بعد نحطهم فوق بعضهم طبقات يبداو سهلين في المدين وريتو كيفاش الكريفيت فرقتها على بعضها بالعانية باش وقت اللي نحب مثلا نمد حفنة صغيرة نمد حفنتي على روحي ما نقعدش نلقاها كلها لاصقة في بعضها ما نجمش نفرقها فهمتوني والحوت قسمت نتاع الشربة وحده نتاع تطيب وحده لهنا حطيت الكلوفيس والمول هما ديجا في الشكاير نتاعهم هذوك الشبكه نتاعهم حطيتهم مع بعضهم وتو خذيت الحكه البلاستيك هذيا
وباش نحط فيها بالساشي هكيك ارتب. وكما قلت لكم نجم نمد حتى 4 كعبيت كروفيت، 6 كعبيت كما يخطر لي نمدهم بسهوله، ما نديوش متجمدين فوق بعضهم. وبين الشكاره والشكاره زدت حطيتك ورقه كردونه نتاع الخبز المقرمش هذيك، ولا نتاع جراندور، اي حاجه باش ما يلصقوش الساشيات على بعضهم، فهمتوا؟ هكاك اسهل. دك ديما نحاولوا باش يبدا اي حاجه نعملوها تبدا منظمه باش يسهل علينا من بعد المدين وما ندخلوش بعضنا. وهكا كل شيء مكتوب، كل شيء واضح. حتى كي بدري يحب يمد حاجه يخطر له مثلا باش يسبقني في الكوجينه ولا في الترطيب، ولا يحب ينظف الحوت، ولا يحب يحضر حاجه، هنا يبدا له سهل على الاخر. لا يبدا ينادي يا كاثر وينك الحاجه، يا كاثر وينك الحاجه. هكا كل شيء منظم، كل شيء واضح. في الحكة هذيك اللي على اليمين حطيت الكريفيت والحوت، الحوت الكامل معناه. وفي الحكة اللي على اليسار حطيت الحاجات اللي تصلح شربة، اكل البقايا نتاع الحوت بعد ما خرج منهم الفيلي. وهذي الحوت الكل تلم بالطريقة هذه. شوفوا قداش ربحنا مساحة بعد ما كان معناها معبي الطاولة. وخذيت القجير هذي الصغرون اللي عندي في الكونجيلاتور، ماذا بينا زادة في الكونجيلاتور نقسمه، قجر للحوت وحده، قجر للحم وحده، دجاج وحده، هكيك صحيا خير تبدا مقسمه، خاصه الحوت ماذا بينا نبعدوه على الحاجات الاخرين. وهكا رفع لي كل شيء، حطيتهم الكل في الوحده الصغيره. هاي بعد ما كملنا الحوت شنو هي بدل؟ جبن عربيه. قداش كيلو تتفكر؟ صعيب باش تتفكر به المتزرد العربي على الاقليم 30 بعشرين ألف باهية لاخر ب 26 ولا 27 24 لاخر. وهكا قربنا لنهايه الفيديو. كيما وعدتكم وريتكم الاسوام الكل وكيما طلبتوا مني، وريتكم زاد الحاجات اللي خذيناهم لهنا. جست هكا حبيت نعطيكم لمحه من الفيديو الجايه. اي طلعوا لي شنو نجموا نعملوا بلا بالحاجات هذوما اللي تشوفوا فيهم على الطاوله. لازمكم تطلعوا، نعرفكم اذكياء. وبالنسبه للفيديو هذه بما انها سبيسيال شويه، معني مش كيما الفيديوهات نتاع العاده، هاني هبطتها زربت روحي وهبطتها باش نقعدوا في نفس الريتم نتاع الفيديوهات نتاع العاده نتاعنا. دونك وفات الفيديو في سفيسة، ما بقى لي كان باش نقولكم يعطيكم صحه على حسن المتابعه، يعطيكم صحه على حسن تفاعلكم معايا. زيدوا شجعوني، زيدوا شجعوني حتى شويه اخرى. وتم بقى لي كان باش نقولكم شنو تحبوا فيديوهات اخرين، اكتبوا لي في التعليق خاطر نتوما تعاونوني معايا باش نعرف شنو تحبوا شنو ما تحبوش. وتو باش نقولكم بالسلامه الى اللقاء. شاهيه.